السلام عليكم، مساء الخير أو صباح الخير اللي يشوف هذا الفيديو في الصباح. طبعا اعذروني على المنظر العام تاعي، مانيش محفف مواله بس على بالكم الأضحية قريبة إن شاء الله بعد كم يوم وما نقدرش نحفف ولا وقفة، فتقبلوني كما راني. ليسونسيال، هذه المرة ولأول مرة من 5 سنوات أو 6 سنوات أنا أشارك الجزائريين فرحة هذا اليوم، يوم الاستقلال، بأعمال أناشيد ثورية وأعمال وطنية ونعيش أجواء جدا جميلة. لكن هذه المرة راح يكون فيديو أتكلم فيه عن صفتين عجيبة عجيبة في الجزائريين. أنا عشتها شخصيا، أنا عشت في الجزائر من 2017 وأنا عايش فيها وخدمت فيها، عندي شركتي موجودة هناك، فعشت مع الجزائريين وعاشرت هذه الصفتين العجيبة. راح أقول لكم هي واحدة منهم، ترى كنت راح ننظر بسبتها قسما بالله. إيش هي الصفة الأولى؟ ما راح أقول لكم الصفة يعني ديركت كما تقولوا، لا راح نقول لكم الموقف الأول. أول مرة جيت فيها الجزائر، طبعا أنا إنسان سافرت كثير ورحت برا، وأي إنسان راح سياحة برا في دول، سواء يعني بغض النظر إيش هي الدولة، ما نحدد أي دولة، لازم تحصل الموضوع هذا تابع البخشيش والبخشيش وهذه الأمور. فأنا متعود لما نجي نسافر جيب اليمين نحط فيه المصروف تاعي، وجيب اليسار نحط فيه الصرف باش نعطي هذا وهذا، كي يعني ننحرج أو مع أحد. ف أنتوا أكيد بديتوا تتخيلوا القصة يعني، وأنا خارج داف اللقاش تاعي طاح علي، كي طاح علي بدأ جاني سيد معليش معليش أخي نعاونك، وبدأ يشيل، قلت في قلبي ايه اوكي معليش خلاص تعيش تعيش ربي يحفظ. طبعا انا ما نفهم مواله، 2017 نحتاج مترجم في الجزائر، ما نفهم الهترة تاعكم خلاص ما نفهمها. فبدأ يساعدني ويشيل معاي، وانا في قلبي قلت هيا خلاص صح هيا لزقت فيك، دخلت يدي في جيبي وطلعت، انا على بالي باللي راكم هكا دايرين، على بالي والله طلعت فلوس. اول ما السيد جاء هكا حط لهذا، جيت قلت له تفضل شكرا. والله ربي ذاك اليوم المشؤوم أعطاني نظرة، أحس أنه كان ممكن حشاكم يعني سامحوني على كل ما ليش قايل، يعني كان ممكن يسوي أي شيء غلط يعني، لأنه أعطاني نظرة هكا قال لي إيش قال لي هكا بيد، وهكا يقول لي حشم حشم، والله ما ليش قادر نتفكر كلمة، بس هكا كلمة زعماني أنه تافه أنت ولا وش راك تدير ما على بليش يعني، المهم سبري والله ماني متفكر، بس اعطاني كلمتين مش مليحه وراح ومشى. واول ما خرجت من المطار للمنطقه اللي اقدر الاقي فيها اصحابي، لقيت فيها صاحبي وشريكي. اول ما حكيت له القصه قال لي ما تقول ليش مديت له حاجه، قلت له والله مديته، وقال لي حي مديرتها، قلت له والله، وقال لي وفعل لي. ذاك اليوم كان صراحه محرج جدا. بعدها قلت في قلبي قال لي راكان ما تديرش هكا، احنا ما عندناش هكا ما تديرش، قلت بيني وبين نفسي مع انه صاحبي وشريكي من سنوات واعرفه يعني مليح، قلت بالك يا سيدي يمدح بلاده ولاد بلاده، صراحه ما اكذب عليكم هذا الشيء اللي جاء في خاطري، بس قلت معليش. الموقف الثاني، بعد ايام احتجت ان انا استخدم التطبيق اللي يبعث لك الطوموبيل باش تاخذك من بلاصه لبلاصه من غير ما اقول الاسم، وجيت نستخدم التطبيق وطلع لي باللي الحساب 350. كي قربنا قلت له انا ما عنديش الصرف يعني، ما عندي هذه ورقه ال 100000، انا جاي من السعوديه معايا كاش لوحده، قلت له معي هذه ورقه ال 100000. لما قال لي انا والله ما عنديش الصرف يا اخويا ما ادري، قلت له خلاص خلي الباقي معك، تركني ونزل راح حانوت او سوبريت نسيت ايش المكان اللي دخل عليه وجاب الصرف. وكي جاء راجع وش دار هو راجع علي، قلت له خلاص خلي الباقي معك، هكا مسك لي يدي هكا بيده، والله العظيم يا جماعه أخذ يدي هكا وحط الفلوس هكا، قال صواردك ما نحتاجهمش، وهكا خبطهم والصرف طاح من يدي، صرت بس نشوف فيه نقول أنا وش درت وش قلت له، حرفيا أنا إنسان صراحة جامي نغلط في حق إنسان، وقاعد أقول في قلبي هذا وش بيه، ولا راه يدير معي هكا، النورمال مو إنه يعني يفرح أو ما على بليش، بس يعني ما درت واله. بعدها اكتشفت هذه الصفة العجيبة في الجزائريين، وهي النيف. نعم صراحة صفة عجيبة وجميلة وشريفة ونبيلة في نفس الوقت، بغض النظر عن طريقة استخدامها كيف كل واحد يستخدمها، لكنها نبيلة وشريفة. والنقطة الأهم لي أنا كراجل، يعني أنا بتعامل مع الرجال، إحنا بالنسبة لنا لما تتعامل مع رجل عنده هذا النيف، عنده هذه الكرامة، وعنده هذه العزة، وعنده ترى ترتاح، يعني ترتاح في التعامل معه،
تعرف انك انت قاعد تتعامل مع انسان عنده عزه النفس، عنده النيف، عنده الكرامه، عنده يعني اسمح لي احسن خير من المتسلق وال يعني ان شاء الله تكونوا فهمتوني. بس هذه صفه اصبحت شبه نادره في اماكن كثير، الصفه اللي اتوقع انكم ورثتوها ابا عن جد، لانه هذه الصفه اتوقع هي كانت اهم سبب انكم اليوم دوله مستقله. لانه اتوقع ناس عندهم هذا النيف وهذه الحراره والحريه الاحرار هذول هم اللي يقدروا يحافظوا على نفسهم زي ما انتم حافظتوا على نفسكم. بدون تقييم، انا مانيش جاي نقيمكم، لكن يعني هذا واقع وحقيقه. هذه الصفه الاولى. الصفه الثانيه احترام الضيف. احترام الضيف، طيب الكرم موجود في كل الوطن العربي، كان ما رحت لقيت ناس رائعة وفاتحة بوابها وديارها للناس وبدون لا حق ولا أجر زي ما يقول يذكر. لكن موقف صار معايا ما أنسى لنموت صراحة، استغربت يعني من عقلية هذا الإنسان اللي صار بينه وبين الموقف. قاعد تقول كيف يفكر، يعني هو سوى شيء مش مليح في نفس الوقت بالزف هايل مع بعضهم، فهمتوا؟ بركن نقول لكم مش كاين. في الصيف وقاعد في مقهى مع أصدقائي ومتجمعين، وكانوا في كذا شخص أنا ما أعرفهم شخصيا، أنا أعرف زوج عباد كانوا معنا والباقيين ما نعرفهمش، كنا هكا قاعدة تقريبا 7-8 شباب مع بعضنا. فطلبت الماء من واحد من الزملاء اللي كانوا جالسين معنا، قلت له سمحت أنا وإني قرعت الماء هذه، فواحد بادر ومدها لي، فأصحابه بدأوا يضحكوا عليه، أنا ما نعرفوش أول مرة نشوف السيدة، أنا أعرف اللي معاه. فبدأوا يضحكوا عليه زعما انه انت اسمعهم انه انت ما تحب الخليجيين، ومانيش قادر نفهم كل الكلام، برضو كانت في السنه الاولى لي اول مره نزور الجزائر. فاللي فهمته انه هو ما يحب الخليجيين، وانه زعما اصحابه يضحكوا عليه باللي يعني انت قلت ما تحب الخليجيين وبرك هذا خليجي ورك تقدم له قرعه الماء، ويضحكوا ويقصروا. وش رد عجيب، ما تعرف تفرح ولا تزعل ولا وش الدين. قال لهم إن شاء الله يا ربي يعني نقولها كما قالها هو، قال لهم باللي هي ما نحب الخليجيين وما نحبهم شو هذا، ما الله غالب جا ضيف في بلادي، ما نقدرش ما نقادروش، أو ما حاجة كما هكا يعني كيفاش تقولوها على باليش. أنا والله ما عرفت نفرح ولا نزعل. أكيد طبعا يزعلني إن أشوف واحد بلا سبة، أنا ما درت لك والو في حياتك تقول لي أنا ما نحبك، ولا وش درت لك، أنا ما درت لك والو. في نفس الوقت يقول لي حتى لو أنا من قلبي هكا ما نحب هذا الجنس من العباد، لكن طالما أنت ضيف في بلادي أنا نحترمك. والله I'm sorry، يعني إن شاء الله أنك تشوف هذا الفيديو، يعني والله أنت إنسان محترم، لا تحبني يا أخي، ما هو واجب عليك تحبني، بس واجب عليك تحترمني. فأحيانا المحبة مش مهمة، لكن الاحترام جدا مهم، كونك انت تحترم وتقادر ضيفك. والسبب اللي خلاه يحترمني، اللي اجبره انه يحترمني، اني ضيف. ف يعني اتوقع هذه كانت بالنسبه لي انا كانسان عايش في حياتي 36 عام اليوم، انا لليوم ما مر علي موقف فيه له احترام للضيف واكرام للضيف قد هذا، انه يكون كارهك مش طايقك ويحترمك لانك ضيف. لو انك حاجه اخرى ما على بالش، يعني بالك كان دار حاجه اخرى معك. اوكي، فهذه كانت الصفة الثانية العجيبة جدا لاحترام الضيف، شفتها في أعلى مستوياتها وبدون أي قصور في أي جنسية أخرى عربية من أخواننا العرب حتى في بلادي. الله يعطيكم الصحة والعافية كلكم، لكن موقف عشته وحبيت أني أشار. فهذه كانت الصفتين العجيبة. فتخيلوا أنه في أشياء كثيرة صارت لي في حياتي اللي عشتها في الجزائر طول فترة عملي هناك، وما زالت شركتي إلى الآن قائمة هناك في الجزائر. ولكن لكم أن تتخيلوا لما نحكي يجي يسألني ولا يستقصيني يقول لي راكان على تحب الجزائريين، يعني تفرج شوف هذا موقفين برك أخذوا مننا 9 دقائق ولا 10 دقائق هدرة نهدر فوق راسكم 10 دقائق على شغلتين بس صارت معي، فبالك بباقي الأمور. فالحمد لله أن رب كتب لي أني أتعامل مع ناس رائعين مثلكم، ونحبكم بالزاف، وإن شاء الله عيد استقلال مجيد لكم وطولة العمر في أمن وأمان وسلامة ونجاح وازدهار شعبا وبلدا. أحبكم.
أنصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.